مرقي 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 كاريزمي يا اخي هذا الولد عجيب. طيب اعطونا كلمه عن الوقف يا اخوان بما انكم سفراء الوقف. انتم سفراء الوقف فعلا؟ طب انا مكبور يا اخوي يا صدق انت سفير الوقف. نعم حياك الله يا مرحبا. ايش جابك معي اليوم؟ ليش السيناريو اروح جنود المجنده. طيب طيب تكلموا عن نبغى كلمه منكم بس الصدفه قبل امس سفراء الوقف. صدفه خير من الف ميعاد. وشكم؟ كانتو بورتي. لا شوي بدا دام وقفت على انا اللي طرحته. انا دام وقفت على ذا البياله زين ادع البركه. اي طيب نبغى كلمتكم طال عماركم لوقف الايتام. تفضل استاذ محمد. اما الايتام قال الرسول عليه الصلاه والسلام احث نفسي واحث اخواني ما نقص مال من صدقه بل تجده بل تجده بل تجده. والصدقه تقي مصارع السوء والصدقة كذلك يعني تطفئ غضب الرب. ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام أنا وكافل اليتيم كهاتين. أول شيء سعة في رزقك وبركة في مالك وحلالك ولعيالك وخير الكلام ما قل ودل. وإذا حدثتم فعوا وإذا وحدثتم فأوجزوا. نعم شكرا جزاك الله خير يا أبو مسعد بيض الله وجهك والله يجعلها في ميزان حسناتك. اليوم ترى ما جاني أسئلة يا أبو سعد. كل شيء مجهز لك يا أبو بطي. قلبك أنا طيب جاهز. أبو بطي أبيك يستلم الطارة عنك أبو مساعد. لا هو مجدي هو بس ننتظر الماء أن يجف قليلا. لا لا سوف تذهب معي بإذن الله. اعتبر موضوعك منتهي. أبيض الله وجهك. روح إذا نشف شوي أنا بجي في الجلسة القريبة هنا يا أخوان. من الصويا بيض الله وجهك. أبوي